فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الجنة والنار، من آمن بها حقيقة وعرف معناها هجر كل لذة يمكن أن تزاحمه على طريقها، ومن عرف النار وما في ما فيها من أهوال ترك كل شيء، وإن أحبته النفوس وعشيقته إذا كان يؤثر بصرف الإنسان على إلى طريق النار يتجنبه، لأن هذا هو الذي يحقق نصحه لنفسه.